بسم الله الرحمن الرحيم. ENT MCQs and Problem Solving for Undergraduates. احنا كنا خدنا أول محاضرة أو أول تجميع من أسئلة Multiple Choice Questions والproblem solving، وكان فيها كمان some pictures for some slides. اللي هيحصل بعد كده إن we are going to make them different. مجموعة هتبقى لل Multiple Choice Questions and Problem Solving. And I will make another separate group لل slides. وده هيبقى أسهل، كل واحد فيهم هيبقى ليه different playlist. فخلينا النهاردة نكمل بال ENT Multiple Choice Questions and the Problem Solving. طيب نبدأ الأول بأسئلة ال Multiple Choice. برضو احنا بناخد examples ل Multiple Choice Questions، غالبا بيبقى فيه شبهها في ال exams، فإحنا بناخدها وبندرسها كويس وبنشوف إزاي لو فيها أي حاجة فيها مشكلة. All of the following are posterior relation for the middle ear except. لو تفتكر معايا إيه كانوا posterior relations في middle ear، يعني posterior wall. لو حضرتك تفتكر كان posterior wall كان فيه إيه، لو قلنا زمان كنا بنقول معدية وعضلة جوه عظمة ونيرف. طيب حضرتك نفتكر تاني، المعدية كانت الأريتس أد أنترم اللي كانت بتودينا للمستويد إير سيلز. عضلة جوه عظمة، العضلة كانت الاستابيديس ماسل، وكانت جوه العظمة اللي اسمها البيراميد، وكان كمان معانا المستويد بارت أوف ذا فيشال نيرف اللي هو كان الجزء الفيرتيكال أو ذا فيشال نيرف. طب أمال إيه البروسيسس كوكلياري فورمز ده؟ البروسيسس كوكلياري فورمز ده هو الاكسبت في السؤال ده، يعني هو ده اللي احنا هنختاره في الاجابه. انما ايه هو البروسيسس كوكلياري فورمز؟ تعال افكرك تاني، زمان كان في هنا مصل اسمها تنسور تيمباناي مصل، كانت بتدخل من الانتيريور وول وبعدين تمشي على الميديال وول، بتقابل بوني بروجكشن هنا اسمه بروسيسس كوكلياري فورمز، بتلف حواليه بتهوك 90 درجه وتمشي from medial to lateral، from medial to lateral عشان تروح ناحية الميليس. يبقى التنسور تيمباناي ماسل كانت بتمشي من الانتيريور وول، تمشي على الميديال وول، تهوك حوالين البروسيسس كوكلياري فورمز اللي هو كان ستراكشر في الميديال وول، وتلف حوالي 90 درجة وتخرج لللاترال وول. يبقى البروسيسس كوكلياري فورمز هو الإجابة في السؤال اللي فات. All of the following is a content of the middle ear. أرجوك دايما فرق من كلمة content وكلمة wall. الحاجة اللي موجودة في الوول it's not a content أرجوك. فإحنا زمان خدنا إن الـ contents of the middle ear كانت الـ air، صح؟ وخدنا معاه 3 ossicles لو حضرتك تفتكرهم، كانوا الـ stapes وكان الـ incus وكانت الـ malleus، وخدنا إن في 2 nerves حضرتك فاكرهم، كان الـ Jacobson's nerve اللي بيشارك في الـ promontory plexus اللي هي كان اسمها tympanic plexus، وكان في نيرف تاني اسمه كوردا تيمباني او الكوردا تيمباناي. طب امال ايه وضع الفيشال نيرف؟ الفيشال نيرف از نوت ا كونتنت. الفيشال نيرف بيمشي الاول في التيمبانيك سيجمنت، هو طبعا جاي من اللابرينثين سيجمنت، وبعدين بيمشي في التيمبانيك سيجمنت ترانسفيرس يعني في الوول بتاع الميديال وول اوف ذا ميدل اير. طيب امال الجزء الاخير منه هو كان الفيرتيكال بارت او الماستويد بارت اللي بيمشي في البوستيريور وول زي ما خدنا في السلايد او السؤال اللي فات. يبقى اذا هنا except facial nerve. Air is content. Ossicles are content. Jacobson's nerve is a content. طيب السؤال اللي بعد كده still كمان مرة. Contents of the middle ear include all of the following except. Stapes دي واحدة من الاوسيكلز يبقى الاجابة صحيحة. Incus دي واحدة من الاوسيكلز يبقى الاجابة صحيحة. كوردا تيمباني اللي هو النيرف اللي احنا لسه قايلين عليه من شويه يبقى برضو ده كونتنت 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 كونتنت. تنسور تيمباناي ماسل جريتر اوريكولر نيرف، لو تفتكر احنا قلنا كمان في تو ماسلز ار كونتنت، فاكر مين الماسل الاولانيه؟ كانت الاستابيديس، انما البيراميد كان جزء من الوول، البيراميد اللي هو البوني بروجكشن كان بوستيرير وول، انما العظمه اللي العضله اللي جواه اللي هي الاستابيديس ماسل از ا كونتنت. طيب العضله الثانيه كانت التنسور تيمباناي ماسل اللي انا جبت لحضرتك صورتها من شويه. امال مين الجريتر اوليكولر نيرف؟ لو تفتكر معايا في حصه الاناتومي وخدنا النيرف سبلاي، الجريتر اوليكولر نيرف ده واحد من النيرفز اللي بتغذي الاكسترنال اير وبتدي شير كبير للبنه اللي هي الاوراكل.
يبقى هنا لو انا هختار الاجابه هتبقى greater auricular nerve. وارجوك كمان مره عشان السؤال ده ميبقاش خادع ليك في الامتحانات. content is not a wall, اي حاجه في الوول is not a content. طيب all of the following about the eardrum is true except it consists of pars flaccida and pars tensa. زمان خدنا ان في جزئين. It shows the antero inferior cone of light. واتفقنا زمان ان اللايت ده مش لايت من الدرام, ده الريفلكشن اللي بيحصل بسبب اللايت اللي حضرتك بتحطه اوتوسكوب او مايكروسكوب او اندوسكوب على الدرام اللي هي اوبليك على الفلور ب 55 درجه, عشان كده كانت بتبين الكون اوف لايت. يبقى الجمله الاولى صح عن الاير درام, الجمله الثانيه صح عن الاير درام. lateral wall of the middle ear, يعني الاير درام هي اللاترال وول اوف ذا ميدل اير. الجمله دي صحيحه ولا خاطئه؟ طبعا صحيحه, هي اللاترال وول اوف ذا ميدل اير. طيب اخر جمله bulging in cases of middle ear effusion, طبعا الجمله دي خاطئه 100%. هي بتبقى retracted في حالات الميدل اير effusion مش bulging, انما كانت بتبقى bulging في حالات الاكيوت اوتيتس ميديا. فارجوك خد بالك كلمه bulging congested زمان خدناها في الاكيوت اوتيتس ميديا, اما في الميدل اير effusion فاللي هو سببه نيجاتيف ميدل اير بريشر كانت الدرام بتتشفط للداخل. ولو رجعت شويه هتفتكر الخمسه ساينز بتوع الريتراكشن وارجع لهم في محاضرات الثيوريتيكال او النظري. طيب نيجي للصوره دي, دي صوره سكريتوري اير زي ما حضرتك شايف, ده الهير لاين في بابلز هنا. وزمان لما قلت لك ان في الميدل اير افيوجن او سكريتوري اير الدرام ما بتبقاش بولجنج, ارجوك خد بالك الدرام بتبقى يالويش, وكان اول قبلها ساين في الايرلي ساينز هي الريتراكشن. وارجع للدرس او الليكتشر بتاعت الاوتيتس ميديا ويد افيوجن. طيب لاند ماركس فور ذا تيمبانيك ميمبرين, يعني ايه لاند ماركس؟ يعني حاجه جزء من التيمبانيك ميمبرين. انكلود اول اوف ذا فولوينج اكسبت هاندل اوف ذا ماليس, طبعا ده جزء مع اللاترال بروسيس بتاعه. كون اوف لايت طبعا دي لاند مارك, صحيح هي مش بارك زي ما اتفقنا لكن اتس لاند مارك, يعني دي علامه بتقول لك ان التيمبانيك ميمبرين اهو. Anterior and posterior malleolar folds اللي مش فاكرهم, ده كان اللي بيطلع من ال او الديماركيشن ما بين البارز تنسا تحت والبارز فلاسيدا فوق. اما الاريتس اد انترم فايت از نوت ا لاند مارك او ذا تيمبانيك ميمبرين, انما ده كان بوستيريور ريليشن للميديال للميدل اير اللي هو كان البوستيريور وول لو حضرتك تفتكره, دي المعديه. طيب خلينا خلصنا المالتيبل تشويس كويستشنز نروح لحالتين بروبلم سولفينج. Parents زمان زي ما قلت لك بنحل ازاي او بنعرف ازاي الكويز, كنا بنيجي على نعمل خطوط ونعمل دوائر. Parents of 3 years old child, 3 years هحط تحتها خط, it doesn't seem significant. Child حتى ما جبتلكش الجندر male female, معنى كأنه مش فارق. Mentioned a history of purulent discharge, purulent دي كلمة لازم احط تحتها خط او لازم احط حواليها دايره. ليه؟ لان كلمه purulent زمان اتفقنا ان كلمه purulent بتمشي اكتر مع اكسترنا rather than تمشي مع middle ear. طيب purulent discharge coming from an opening in front of the right ear, خد بالك ان انا ما قلتلكش coming from the right ear, انا قلتلك coming from an opening in front of the right ear. اعتقد هعمل حوالين دي كمان دايره, يبقى purulent معنى كان it's pus suppuration coming from opening in front of the right ear. In front of يعني pre-auricular. Pre-auricular opening. طيب. This was the recurrent since he was born. Born دي هحط حواليها دايرة. ليه؟ لأنها بتعبر عن congenital anomaly. Born دي هحط حواليها دايرة. يبقى purulent و pre-auricular و congenital. خد بالك أنا بركز قوي بقى في قصة congenital دي. They recently noticed a fluctuant swelling in this site. بدأوا حاليا بدل ما كان بيشوفوا opening بس بدأوا يشوفوا fluctuant swelling. واتفقنا fluctuant swelling معناها containing fluid. الفلويد ده بيبقى saturation غالبا pus طالما لقينا fluctuation. يبقى دي كمان هحط حواليها دايرة. معنى كان ان في هنا cystic collection. Cystic collection. On examination the swelling was fluctuant and the opening was at the root of the helix. الجملتين دول إعادة بس جملتين مفيدين, إن هو بيقول لك فين مكان الأوبننج, الأوبننج موجودة عند root of the helix, والحاجة التانية قلت لك إن السويلينج fluctuant. إيه بقى هو البري أوريكولار أوبننج اللي بيطلع منها purulent discharge وrecurrent وcongenital وممكن تعمل cyst؟ الدياجنوز أرجوك ما تقولش بري أوريكولار sinus,
أرجوك، أولا لازم تقولي اللاتراليتي اللي احنا اتفقنا نحط تحتها خط أو نعمل دايرة للأهمية لو لقيناها significant، تبقى right preauricular sinus. الإجابة كده ناقصة وتنقص فيها، تاخد فيها نص درجة. إنما لو قلت حضرتك right preauricular sinus and cyst تاخد الدايرة الدرجة كاملة. right preauricular sinus complicated by cyst formation أو right preauricular sinus and cyst. How can you treat such condition؟ كنا خدنا زمان احنا بنتريت ازاي الكونديشن دي، قلنا بندي ميديكيشنز، قلنا لو الفلكتويشنز دي كانت ابسس فورميشن يبقى حضرتك محتاج انك تفتح الابسس اي ان دي، وبعدين خالص بعد ما بتدي الميديكيشنز بتاعتك والعين بيخف خالص ساعتها بتعمل اكسجن توتال اكسجن للسيست والاوبننج. طيب هو هنا هعالج ازاي؟ This cyst contains fluid yet it's not an abscess. يبقى حركة هتعمل ايه؟ You are going to remove the sinus and the cyst. كنا بنعمل elliptical incision لو حركة تفتكر معايا، وكنا بنشيل كله من تحت الجلد ونرجع نقفل تاني الستيتش بتاعتنا. طيب الحالة التانية 21 years old، هحط تحت 21 years old خط male patient، هحط خط لحد ما اعرف كانت male دي فرقة معايا كجندر ولا لا. Presented with السيمتوماتولوجي مهم، دوائر على طول. سيفير سنسوري نيورال هيرينج لوس، هنا دايره سنسوري نيورال هيرينج لوس، الحالات بتاعته مش كتير اللي احنا مرينا بيها. اسوشييتد مع حاجه تانية سنسيشن اوف روتيشن، سنسيشن اوف روتيشن از ديزنس، سنسيشن اوف روتيشن از ديزنس. يبقى العيان ده عنده سنسوري نيورال هيرينج لوس واحيانا معاه سنسيشن اوف روتيشن. هي هاد انابيليتي تو ويسل اور بلو هيز ماوث، دي معناها ايه؟ ما لا يقدر يصفر ولا يقدر ينفخ، دي غالبا معناها sign of facial nerve. يبقى انا عندي هنا sign of eighth nerve involvement vestibular cochlear، وعندي هنا sign تانية للفاشيال نيرف. ايه الديزيز اللي احنا خدناها بتعمل sensory hearing loss وبعمل دايره هنا كمان بتعمل كمان facial nerve affection؟ ما نستعجلش. examination of both ears revealed multiple painful pain دايره vesicles. Vesicles دي ما خدناش عندنا خالص غير في الفيرال انفكشنز، يبقى painful vesicles it's a viral infection. طيب ايه بقى يا دكتور الفيرال انفكشن اللي بيجي في الاكسنوديتوري كانال ويعمل sensory hearing loss لانه بيأفكت الفيستيبولي كوكلير نيرف، ويعمل facial nerve palsy لانه بيأفكت السيفنث نيرف؟ The diagnosis is Ramsay Hunt syndrome. Ramsay Hunt syndrome طبعا ما كتبتلكش سايد فحرك مش محتاج تكتب سايد. What is the cause of the condition؟ لو حضرتك تفتكر معايا كان الفاريسيلا زوستر، الفاريسيلا زوستر بيبقى دورمنت. يعني ايه دورمنت؟ يعني موجود، هو نيوروتروبيك فيروس يحب الجانجليا فبيبقى مستخبى في الجانجليا بتاعت النيرفز دي وبيحصل له ري اكتيفيشن وبعدها يعمل الكونديشن اللي سميناها رامساي هانت سيندروم. دي كانت النهارده الكام مالتيبل شويس اللي احنا جبناهم مع البروبلم سولفينج 2 كيس اللي احنا جبناها، وان شاء الله بنستكملهم في محاضرات لاحقه. وثانك يو سو ماتش.